مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما نوهت هتكون معانا دكتور دينا أبو سعود وملف طبي مختلف. والنهاردة الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه تحديدا أو هنركز عليه هو فكرة أهمية المية وشرب المية وكم كوباية في اليوم والكلام ده كله. غير كده بقى عايزين نعرف بالظبط هو مفروض عشان أخس أشرب مية قبل الأكل ولا وسط الأكل ولا بعد الأكل وكميات قد إيه. كل ده هنعرفه من دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز. بونجور قوي. بونجور جدا. بصي خش بقى على طول في الموضوع. يلا بينا. لأن في للأسف المعلومات عندنا برضو بتبقى شوية مغلوطة. ثقافة بتبقى عارفة كده لو نقعد نقولها لبعض وتبقى مش فيها حاجات يعني غلط. نسمع إن المية مهمة جدا ولازم تشرب مش عارفة 2 لتر في اليوم. ناس تقول لك 3 لتر حاجات زي كده. ولكن في معلومات ناقصة، يعني مثلا أشرب قبل الأكل ولا وسط الأكل ولا بعد الأكل ولا على مدار اليوم. يعني خلينا نعرف بداية الموضوع ده إزاي حل. المية يا نهاوند مهمة جدا جدا. المية ايه اهميتها في انقاص الوزن؟ اولا المية بتحسسك بالامتلاء، فعشان كده طبعا يبقى نشرب كوبايتين مية قبل الاكل بدل ما نملى معدتنا باكل. المية بتاخد حيز كبير. بالظبط. المية بتساعد على حرق الدهون. المية بتزيل كل سموم الجسم، عشان كده لو حد ما بيشربش مية ما بيعرقش قوي. ما بيعملش يورين، ما بيخشش يعمل البول. فالميه هي الديتوكسيفيكيشن بتاعت الجسم، والميه اساس كل حاجه حيه. طبعا الميه بتظبط الدوره الدمويه، بتظبط كل حاجه، بتظبط الهرمونات، بتظبط كل حاجه. هنشرب ميه قد ايه؟ زي ما قلتي على فكره بقيتي دكتوره خلاص. انا حاسه كده والله. خلصت. من 2 ل 2.5 لتر في اليوم. خلي بالك الميه زياده عن اللزوم قلق. في حاجه اسمها تسمم ميه صح؟ بالظبط. الميه زياده عن اللزوم اكتر من 5 لتر في اليوم. لا ده مين اللي هيشرب 5؟ ده قاعد بقى ما بيعملش حاجه في حياته غير بيشرب ميه. بقى الناس ممكن تقول لك ميه 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 ميه، فتلاقيها بتشرب بال 5 لتر. ده بقى اللي هي ايه، 4 ازايز الكبيره؟ لا ده الازازه الكبيره لتر ونص. فشوفي بقى دي ده تسمم، يعني ده هيقلل لي الصوديوم في الدم. الصوديوم في الدم لو قل القلب ما يشتغلش. يعني بتبقى من 2 ل 3 لتر او 2 ل 2.5 لتر. حلو. في اليوم. الميه لازم نشرب ميه، للاسف بننسى في الشتاء. دي حقيقه للاسف. وما بنحسش بالعطش، فلازم تبقى الازازه جنبنا. وللاسف كبار السن ما بيحسوش صيف شتاء. خلي بالك يعني كبار السن على طول بقول الاهل الولاد لازم ياخدوا بالهم قوي من كبار السن، لان السنترز بتاعت المخ بتاعت الشبع والعطش مش قوي زي ما كانوا شباب وصغيرين. شغاله زي الاول. يعني فلازم طول الوقت لو ابويا جنبي، ماما جنبي، تيتا، وات ايفر، خدي اشربي ميه، خدي اشربي ميه. الاكل يتفتت خالص وتدي لهم الاكل، ده مهم جدا. الميه اساس كل حاجه حياه. ده احنا اوقات بنعطش ونكسل نقوم نجيب ميه والله. ده كتير. وخلي بالك ساعات كمان في حاجه يا نهاوند، ان الجسم بيبقى محتاج اكل وبيترجمها بعطش. اوكي. فلما ممكن الناس تحس انها جعانه جربوا اشربوا ميه هتلاقوا نفسكم شبعتوا. صح. طب اشرب ميه قبل الاكل بقد ايه ولا وسط الاكل؟ لا قبل الاكل. قبل الاكل ما فيش ب 10 دقائق او مع بيستا قبل الاكل. يعني يا كده. طب نخش بقى على بيستا. طيب بصي كمان رمضان داخل وهيبقى يعني مهم جدا ان احنا ندي نصايح من دلوقتي، لان احنا بناكل وجبه الاولى اللي هي الفطار، وناس كتير ودي ثقافه وانا منهم عشان برضو الواحد ما يطلعش يعيش الدور يعني. يعني نخش على الاكل على طول. الشوربه ممكن نشربها في الاخر، تخش على طول معدتك فاضيه فتقوم على طول بقى. لا ما والله مش لطيف. انا عارفه انه مش لطيف بس بيحصل. فلو احنا بقى هنتكلم نحاول نسهل الدنيا شويه على نفسنا، نشرب ميه كتير قبل ما ناكل على طول. بالظبط. نشرب ميه كتير وممكن ناخد بيستا عادي قبل الفطار، يعني اول حاجه تخش معدتنا ممكن بيستا. مفيش مشكله. ونصلي المغرب وناكل على طول. حلو ده. مفيش اي مشكله. وقلب مالتي فيت بيتاخد بعد الفطار، لو بالنسبه لرمضان بيتاخد بعد الفطار بساعه. بس طيب اشمعنى بيستا؟ يمكن ناس كتير يا نهاوند بتتفرج علينا نفسها تخس، ستات، رجال، ده حلم الجميع. حلم الجميع. والرفيعه عايزه تخس اكتر. والله. يعني مثلا مره نفسي مره احس اني مش عايزه اخس، يعني توصلي حتى 60 كيلو برضو عايزه اخس. يعني عندنا معانا. وفي ناس العكس، يعني الناس العكس دول بيبقى سايكولوجيكالي ديس اوردرز، اللي بيشوفوا نفسهم في المرايه. لا اللي هو ايه، يقعدوا ياكلوا تخان جدا، واسمها بينج بينج. بيقعدوا ياكلوا كتير جدا وذاوت جيلت.
مش ما يحسوا ما, يحس ما يحسوش بالذنب. مش هتكلم على الناس دي لان الناس دي محتاجين يعني علاج دعم نفسي نفسي. مع بالظبط. من اقوى المكملات الغذائيه اللي طرحت في السوق من انتاج شركه بايوناتشرال طبعا هو كنت اقول لك الب مالتي فيت. طبعا هو داخل الب مالتي فيت هو كورس بيستا. بيستا انا برشحه جدا لان اولا ما بيشتغلش على السنترال نيرف سيستم، ملوش اي علاقه لا ضرر بالمخ ولا بالقلب لا اطلاقا اطلاقا. هي عباره عن الياف طبيعيه من الشوفان من القمح من السيليوم. الالياف دي لما بتمتص الميه، احنا بندوبه في ميه كويس جدا، ميه كوبايه حلوه. لما الالياف دي بتمتص الميه بتعمل لي حيز كبير في المعده، فلما باجي اكل ما بحسش ان انا الجعانه قوي. وخلي بالك احنا في رمضان كل شويه عزايم، طبعا، والعين بتاكل قبل البق، يعني وانس انك بتشوفي ده ما تقدريش بقى تمسكي نفسك، ما تقدريش تمسكي نفسك. خلينا نبقى واقعيين. فلازم جدا جدا ان احنا نستخدمه قبل الفطار، عشان حتى لما اشوف الترابيزه دي ولا يهمني يعني. عارفه بس احنا لازم هنعمل فقرات مكثفه قبل رمضان، ونركز جدا على الروتين ازاي الناس تمشي في رمضان، لان فعلا الاراده بتبقى صفر. يعني خلينا نبقى صراحه، يعني صح. اللمه نفسها بتجوع، يعني اللمه والقعده والعزومه صعب قوي ان انت بس الاراده تبقى صفر، تسيطري على نفسك. الاراده تبقى صفر وداخلين على صيف. ما هو بعد الصيف بقى، بعد رمضان بقى نخس. لا لا مش هنلحق مش هنلحق من دلوقتي. بصي بقى، اسئله السوشيال ميديا طبعا احنا بننوه في بدايه الحلقه، وبيبتدوا يبعتوا اسئله لان بتبقى اسئله كمان مهمه جدا وبتغطي بوينتس كتيره. نروح لعلي. علي بيقول انا 130 كيلو، كتير قوي، عنده فتاء سري والدكاتره قالوا له لازم تخس، هل الكورس ده ممكن يضرني ولا هيفيدني؟ لا هو كورس بيستا مش هيضره اطلاقا، وشركه بايوناتشرال طبعا داخل الشركه فريق تغذيه كامل بيتابع الحاله فروم داي 1، مهم المتابعه كل اسبوع. هياخد من ساشت بيستا 2 ساشت في اليوم، طبعا بيستا زي ما انا قلت الياف فيتامين سي كروميوم، وهياخد من الب مالتي فيت. طبعا انا شايفه على الشاشه كمان اللي عايز يطلب الاوردر، يا اما من خلال ارقام صفحه بيستا او من الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه ارقام الشركه يعني. وهياخد من الب مالتي فيت، مهم قوي الدعم بالفيتامينات والمعادن بعد الاكل بقى، بعد الاكل بساعه. الب مالتي فيت رائع، لان الب مالتي فيت دخله فيتامين سي، دخله فيتامين بي، هيبقى مهم ليه جدا، دخله الكالسيوم، دخله الزنك، دخله النحاس. هيبقى قرص واحد بس عشان يزود معدل الحرق، بياخد جرين كوفي. اوكي. وجرين كوفي داخل الكورس عندي. الجرين كوفي بيبقى كمان بيحتوي على الجرين تي، وبيحتوي على عشب الجارسينيا. الثلاث اعشاب دول بيزودوا لي الحرق، والجرين كوفي معروف انها بتقنن الشهيه. يمكن الكورس كويس جدا ان هو بيقدر يقنني الشهيه ويرفع معدل الحرق بطريقه امنه. وبيطلع مع الكورس هديه من شركه ماي ناتشرال، فيتامين د اللي بسميه مايسترو الجسم، فيتامين د. لسه والله جايبه فيتامين د لان كل الناس عندنا نقص من دي. والناس مش حاسه يعني. اتمنى ان الناس تعمل التحليلات الدوريه دي، مهمه جدا، عشان على طول بقول هيلث از ويلث. هو لما بيقل فيتامين د ده بيأثر على معدل الحرق طبعا. يعني انت ممكن تكون بتعمل دايت بتاكل قليل وما بتخسش عشان طبعاً. فيتامين د عندك قليل، ونشوف ده كتير جدا 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 جدا، وخصوصا البنات. تمام. بتلاقيها مليانه، بتلاقي المود بتاعها مش حلو، عندها مود سوينجز، بتلاقي مناعتها قليله، بتلاقي شعرها بيقع، تيجي تحلل الفيتامين د تلاقيه اقل من 15. هو المفروض الرينج ما يبقاش اقل من 20 عشان نبقى في السيف سايد، نبقى 30. طب انا عندي سؤال، يعني ده خطر على بالي دلوقتي. لو حد عايز ياكل وجبه تقيله قوي، خلاص احنا بنتكلم قبل اي وجبه بناخد ساشت واحد كيس واحد وبنحطه في الميه، لو انا عارفه اني هاكل كتير طبعا. احط كيسين؟ لا لا هو كيس واحد كفايه جدا جدا، يعني جداً. كيس واحد ملهاش علاقه بكم لا الاكل لا اللي لا لا هو من نفسه هيحس ان هو مش قادر ياكل قوي يعني. الحلو في الكورس يعني، اخلي بالك يا نهاوند، بيبقى فيه اعلانات كتير عن منتجات هنعمل في الشهيه. انا احب اقول المصطلح ده، اقنن الشهيه. اوكي. اقنن مش لان دي متعه حلال يعني، الشهيه ده متعه حلال. يعني حتى دي بالظبط. فالمهم ان انا اعرف اتغلب على قله ارادتي فاقننها شويه كويسين. عايزه اخس لازم اغير لايف ستايل.
من غير تغيير اللايف ستايل مفيش خسان. صحيح. المكملات الغذائيه هي عوامل مساعده مفيده لتغيير اللايف ستايل. حلو قوي، يعني وانت في مكانك هتغير اللايف ستايل، مش بالزبط. محتاج بقى بالزبط. ان انت تعمل مجهود. والحلويات والسكريات الحاجات دي كلها تقل، لازم. انا حتى بحب في رمضان؟ يا يعني سلام. ايه ده؟ لا طب تقل. خلينا واقعيين. لا 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 مش معاكي في الحته دي، انسي. ماشي. لما يجي رمضان وقتها وبسبوسه بلح وكنافه الشام، وقشطه، بلح الشام تحديدا خدي لك واحده. انا بعشقها. واحده ايه؟ انا باكل 4 5 ده في اليوم. بتروح الجيم بتحرقي، ما فمش علينا. هتكلم معاكي. انا بتكلم على الناس اللي ما بتحرقش وقاعده وهتاكل بلح الشام وبعديها تاكل ايس كريم وبعديها تشرب شاي عليها معلقتين سكر وقاعدين على الكنبه. احنا هنعمل حلقات ديفنتلي قبل ماشي. رمضان، عشان لازم يبقى فيه برضو يعني ثقافه متغيره. انا بتفق معاكي طبعا. هنروح قبل ما نكمل اسئله المشاهدين، احنا نروح نشوف حاله كيس يعني لايف دلوقتي ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط. فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة، وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص. كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة، لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا. صعب قوي الواحد يسيب نفسه لغايه 140 كيلو، 130 كيلو، فوق ال 100 كيلو. اعتقد صعب جدا على طبعا. كل الاطوال، حتى لو حد طويل ما ينفعش برضه. طيب انا بس عندي سؤال برضه مهم، لان كيسز كثيره جايه بتقول لك انا كنت وزن كذا، انا عايزه اخس. مع الخساسين اللي هو بتتكلمي مثلا فوق ال 10 كيلو، عندك 20 30 هكذا، ده بيبقى ليه تاثير سلبي ان في فيتامينز احنا بنخسرها. فالتعويض ايه؟ لان برضه دي نقطه مهمه. انا مش عايزه اخس ببيستا وبعد كده الاقي نفسي شكلي مش حلوه طبعا. او شعري بيقع، حاجات زي كده، وده بيعاني منها الاثنين، رجاله وستات. رجاله وستات. شركه بايوناتشرال يعني اكيد راعت القصه دي جدا، عشان احنا عايزين الناس اللي هتتعامل مع الشركه تخس بصحه وتخس ببوزيتيف انرجي، وتبص على نفسها في المرايه تلاقي نفسها حلوه وتخس دهون مش عضلات. فرق لان يعني العضلات مهمة. هي الصحه. طرحت مع الكورس البو مالتي فيت. البو مالتي فيت رائع. مش هقول لك انه ملم بكل الفيتامينات، هو هقول لك ملم بمعظم الفيتامينات وليست كلها. يعني انا عندي المغنيسيوم مهم، عندي حاجات كتير، فيتامين د مهم، حاجات كتير، وفيتامين د بيطلع في الكورس مع لوحده. من اهم الفيتامينات اللي داعمه عايزه تبتدي بشعر ولا بشره؟ يعني داعمه للشعر. ما ناخد الاثنين مع بعض. مع بعض. بي كومبلكس. انا بقيت خبيره. طب فيتامين سي؟ ده للشعر. لا ده للحرق، حرق الدهون. للبشره. طب للكولاجين. بقى انا خريجه حقوق. بس هو الحرق الدهون فعلا، هو الدراسات الاخيره اثبتت انه حرق الدهون، بس احنا بنتكلم مين دلوقتي؟ للشعر والبشره. فمهم قوي اقول ان فيتامين سي داعم للكولاجين، وداعم لنسبه الحديد، ان انا اعلي، ان انا اعلي امتصاص الحديد. بالزبط. فيتامين سي وداعم للمناعه. وعندي الزنك. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، والزنك مهم للضوافر، مهم للشعر جدا. عندي البيوتين. البيوتين طبعا انت عارفه مالتي فيتامينز موجوده في الماركت ان هي بالبيوتين. شعر مينلي كمان. مينلي شعر. اوريدي البيوتين موجود في البو مالتي فيت. واكيد كالسيوم، احنا لازم كل يوم ناخد كالسيوم من الاكل، من الالبان، الجبن، البيض. الكالسيوم مهم جدا جدا. صحيح. جدا، عشان لما نكبر عظمنا يعني مهم قوي. واوريدي البو مالتي فيت فيه كالسيوم، فشركه بايوناتشر عرفت توازن. حلو. القصه اللي قلت عليها مهم جدا فعلا. بصي بقى، بعاني من السمنه بقالي 3 سنين وسببت لي برضو فت. هو واضح ان الموضوع، والدكتور قال لي لازم تخس على الاقل 8 كيلو، ده بيتكلم في الشهر. خس 8 كيلو في الشهر. هل كورس بيستا هيخسسني بالمعدل ده؟ وهل في اثار جانبيه ولا لا؟ بيستا بيخسس متوسط من 6 كيلو ل 12 كيلو في الشهر. ده على حسب هي الاراده بتاعتها، وعلى حسب مع الكورس هتقدر تعمل شويه رياضه وتغير اللايف ستايل. واحنا قلنا الكورس هو عامل مساعد مفيد جدا لتغيير اللايف ستايل. هتقدر تخس ال 8 كيلو بانها تمشي على الكورس صح.
تمشي شويه في اليوم تلت ساعه. وعايزه اقولها بطمنها انه امن ليها جدا، هتاخد 2 ساشت من بيستا، واحد قبل الفطار واحد قبل الغداء بنص ساعه. طب على طب ليه مش الغداء والعشاء يعني، حسب بقى الوجبه اللي هتبقى على حسب أكبر. على حسب الوجبه الأكبر. ممكن لو هي بتاكل كتير بالليل يبقى هنخليها غدا وعشاء. هو ده بقى قصه الفريق الطبي اللي موجود. خلي بالك مريض السمنه وي هاف تو اسك، يعني مهم قوي دكتور بتختلف. دكتور التغذيه رقم واحد حاجه اسمها اسك، لازم اسال اللايف ستايل بتاعه ايه، الاكلات اللي بيحبها، بياكل اكتر الصبح ولا بياكل اكتر بالليل. فدي ده بقى متابعه الفريق الطبي اللي في صحيح. الشركه. طيب في بقى هنا سلمى بتقول انا عندي 40 سنه وزني كان 145، اخذت الكورس بقالي 3 اسابيع ونزلت 6 كيلو، افضل ماشي عليه لمده قد ايه؟ يعني هي بقى لها هنا بتتكلم ان هي بقى لها 3 اسابيع نزلت 6 كيلو. طب ده قليل ولا ده كويس؟ لا هو فاضل شهر، ان هو لا بيتكلم لا من 6 ل 12. ده 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 معدل حلو، حلو جدا يعني؟ جدا جدا طبعا طبعا، ده المعدل الطبيعي خلينا نقول بنتكلم من 6 ل 12. لا حلو قوي قوي قوي. هتكمل على الكورس مفيش مشكله، لغايه ما بتخس الوزن اللي هي عايزاه، وتحاول تثبت يعني ان هي لما لو خلاص خست خلاص اللايف ستايل اللي هي مشيت عليه تفضل ماشي عليه بقى على طول. ده مهم. هو النقطة الحلوة اللي أنا ملاحظاها في بيستا إن هو بيقدم للشخص، مش هقول مريض طبعا، للشخص اللي بيستعمله بيقدم الفكرة إن أنت مش بحرمك من الأكل بس بقلل شهيتك. بقلل الشهية. فأنا ساعدتك في الحتة دي. الشق التاني بقى عليك إن أنت تتحرك، يعني طبعاً. تتحرك بس الحركة لأن الموضوع برضه صعب طبعاً. للناس اللي 24 ساعة شغلها قاعدين والدخان قوي ما بيقدروش يتحركوا كويس. ولا إحنا والله. لا احنا بننزل على الاقل بنشتغل بننزل ناكل. لا هو اللايف ستايل بصراحه كلنا لازم مهم قوي. علاء بيقول انا بعاني من السكر، هل متاح اني اخد الكورس؟ الناس اللي عندها السكر وضغط وحاجات زي كده متاح جدا جدا. خلي بالك وموضوع الاكل كمان مهم، يعني مريض الضغط ليه تغذيه معينه، مريض الكلى ليه تغذيه معينه، مريض السكر ليه تغذيه معينه، اكل معين. ده الكورس هيساعده ان هو زي ما دكتور التغذيه بتاعه بيقول له الاكلات دي بس، الكربوهيدرات هتاخدها بالكميه كذا، البروتين هتاخدها بالكميه كذا، الفاتس الدهون الصحيه. ممكن هو ما بيبقاش عنده الاراده فيستخدم كورس بيستا، ده لمريض السكر يستخدم كورس بيستا امن جدا ما فيش مشكله خالص. ودخله بقى كروميوم، دخله فيتامينز، فيتامين بي مهم جدا وداعم لمريض السكر، وبيتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. وعلى طول بقول مريض السكر مع روشته الدكتور خسسان، لازم خسسان ومشي. الحلو ان اكدت لنا اكتر من مره ان الفريق الطبي ده موجود 24 ساعه، يقدر ان هو يرد على اي استفسار طبعًا. لان الناس اللي بتخس تحديدا بتبقى دايما عايزه حد يتابعها، اكيد يعني حد يشجعها حد يتابعها طبعًا. لان الموضوع لوحده صعب، يعني الإرادة حتى لو موجودة لازم يبقى فيه ضغط عليك شوية ان انت لا استمر في اللي انت فيه. صح، ده 100% صح. طيب لو اتكلمنا برضو في الناس اللي هي طبيعة شغلها سواء هم بيسافروا كتير او بيتنقلوا بالعربيات كتير، في الشغل سائقين وغيره، دي فئة على فكرة برضو كانت بتبعت لنا كتير يقول لك انا بسافر مسافات طويلة وعلى طول مركز فبتعب فبضطر ان انا اكل اي حاجة سريعة، فكل ده طبعا بيبقى غلط، ده لايف ستايل اكيد غلط طبعا. الناس دي نقول لها ايه بقى؟ هنا الكورس لازم يبقى الف مالتي فيت عشان الفيتامينز، ولازم طبعا. بيستا يعني لا ده بيستا امثل حاجة لده. بيستا مهم قوي 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 ومناسب للناس دي كلها. ولو حد مثلا شغله بالعشر ساعات بره البيت، لو راجل مثلا في اكتر من 10 الناس اللي هي انا بتكلم على الفئه اللي شغلها طبيعته صعبه شويه، مناسب ليهم جدا وبياخد الساشت معاه في جيبه وهو نازل. حتى لو الوجبات اللي بياخدوها مش هيلثي يعني مش اكيد صحيح. انا بفضل دي الناس دي اكيد خلينا نبقى صراحه اكلهم اكيد مش هيبقى هيلثي، تلاقي كشري سندوتشات سريعه حاجات زي كده برضو يعني ياخد الساشت وياخده عشان لما اجي اكل اكلات مش صحيه ما افتحش اهو نلحق اي حاجه اي يعني بالظبط نعالج الضرر ما يمكن باقل ادراكه بالظبط بالظبط. دكتور دينا الوقت انتهى لكن هيبقى معانا لسه ملفات كتيره، وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم اكيد قبل رمضان هنركز اكتر كمان على اللايف ستايل في رمضان، يبقى عامل زي سوق خاص بالفطار او الفتره اللي في النص دي اللي بتبقى برضو فيها نقنقه كتير او اكيد قبل السحور ان
ان شاء الله. نورتينا وهنشوفك تاني باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا نهاوند، ميرسي. شكرا ليكي دكتور دينا. هنروح، لا مش هنروح حته بقى، هنروح الحلقه كده خلصت. نشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم في حلقه جديده، وهترك حضراتكم دلوقتي يعني هتكون متابعه اللايف اكيد على قناه النادي الاهلي وحفل التوقيع الخاص بالنادي الاهلي وشركه شل. نشوفكم بكره ان شاء الله، مع السلامه.